هنا كنطالبوا بمطالب جد بسيطه، دايرين وقفه احتجاجيه اللي كنعتبروها حنا كطلبه وقفه سلميه اللي غادي تعبر على الاراء ديالنا وعلى المطالب ديالنا. المطالب ديالنا هي جد بسيطه، من اولها هي انه يتم الاتفاق ما بين الاطر الاداريه والاساتذه باش نلقاو ظروف ملائمه داخل المعهد. الحاجه الثانيه هو انه باغين اننا ندوزوا لي غاتراباج ديالنا يعني في ظروف ملائمه وما نلقاوش مشاكل باش ننتقلوا من الدوره الخريفيه الى الدوره الربيعيه ان شاء الله بقوه. اضافه لهذا هو تسهيل الولوج المعدات اللي كنعتبروها حنا كطلبه ديال المعهد السينمائي اساسيه باش اننا نديروا المشاريع ديالنا ونعبروا على الاراء ديالنا بطريقه فنيه. حنا جينا هنا كاملين انا والاصدقاء ديالي باش نطالبوا بالوزاره باش تحقق لنا بزاف ديال المتطلبات اللي للاسف ما كاينش عندنا، ما توفريش لينا في المعهد، بحال اننا غنبداو لا سيسيون ديال الاس 4 ولا بالنسبه لي بروميير غاني غنبداو سيسيون ديال الاس 2 وحنايا باقي ما دوزوش الراتراباج وباقي ما خرجوش حتى لي ريزولطا. من المطالب الاخرى ايضا عندنا حتى الخصاص كاين حتى في الماتيريال، يقدر يكون كاين ولكن حنا ما كناخذوش وما عندناش الحق اننا نخرجوا حتى برا المعهد. بعض المرات تيكونوا عندنا دي بروجي خارج المعهد وما كنقدروش اننا نديوهم معنا، بمعنى ان هذه المشاكل كان لابد ان يحسم فيها لانها يتم تبديلها تقريبا الى 2017. وطبعا الطلبه كيبقاو هما يعني الضحيه الاولى في هذا الجانب هذا، ونعتقد ان الخلافات ما بين الاساتذه وكذلك ربما تغليب مصالح شخصيه ضيقه لبعض الاساتذه، كذلك الخلاف الموجود البنيوي ما بين المدير وبعض الاساتذه، هذو كلها يمكن نقول بانها من الاسباب الحقيقيه وراء هذه الاضطرابات اللي كاينه وراء هذا التضارب في الاراء في المواقف الى غير ذلك. دونك انا بالنسبه لي الحل هو انه خص الاساتذه كلهم يجلسوا على مائده الحوار والتفاوض ويتخلوا على 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 مصالحهم الشخصيه ويغلبوا مصلحه المعهد ومصلحه الطلبه، وان ما يكتب طبيعة الحال في خلال بعض المواقع ديال التواصل الاجتماعي هو يعني بقى انه يسيء الى المعهد ولا يقدم خدمه لا للمعهد ولا لسمعه المعهد ولا لتاريخ المعهد ولا للطلبه ديال المعهد. فكيف يعقل انه الاداره كتدخل باش دير واحد لومبلوا اللي خلى ان مديريه الدراسات وملصق المسالك يديروا اومبلوا ديالهم وهذا من حقهم والقانون هو اللي كيعطيهم هذه الاستفاده، بينما تدخل الاداره يعني باستعمال بعض الاساتذه ولا دا باش كدير اومبلوا واحد اخر. هذا اللي خلق ان الطلبه يوقعوا في واحد الكونفيزيون وما بقاوش عارفين شنو غادي يديروا. هذا بطبيعه الحال كيأثر على الطلبه بزاف و ما يمكنش انهم يعيشوا في هذا الجو هذا، لان الاداره ما كتقومش بالواجب ديالها وكتدخل يعني في امور اللي ماشي من الاختصاص ديالها، وكذلك على مستوى يعني حنا معهد ديال السينما اللي خاص نورمالمون الطلبه يديروا اعمال تطبيقيه ويستافدوا من الماتريال اللي كاين، ولكن التعقيدات الاداريه والبيروقراطيه اللي دارتها الاداره الجديده مع الكاتب العام الجديد هو انهم خصهم باش ياخذوا الماتريال اللي يثنيوا عند هذا ويطلعوا عند الكاتب العام ويطلعوا عند هذا ويطلعوا عند هذا، يعني تعقيدات اللي ما عندهاش واحد لازم، بينما كان في السابق انه الطالب فقط يبغي يدير تدريب او يدير واحد التمرين تطبيقي كان يمشي عند الاستاذ المؤطر ديالو او مباشره يمشي وياخذ الماتريال وقت ما. الان كاين هناك تعقيدات اللي قدام الطلبه، كاين هناك تدخل في تدبير الشؤون البيداغوجيه اللي خلات ان الطلبه يوقعوا في واحد الكونفوزيون، يوقعوا في واحد ويولي عليهم ضغط. وقفنا اليوم كاملين متحدين من اجل جوج ديال المطالب اللي احنا في الطريق ان شاء الله باش نكتسبوها. المطلب الاول هو ما ندخلوا ندوزوا الدوره الربيعيه ديالنا تيخرجوا النتائج ديالنا كاملين. المطلب الثاني هو لي زومبلو دي طون، يكون عندنا امبلو دي طون واحد موحد من الاداره كامله، واش اللي جينا اليوم بسبب ان وقفنا قدام الوزاره الوصيه باش تكون واحد الضغط واحد لا بريسيون على الجهات المعنيه
باش ينوضوا ويديروا واحد التحرك اللي غيكون نافع لنا، نافع لنا مستقبلا وجميع الطلبه اللي كاين اليوم. اعتقد انه المعدات متوفره بغزاره، ولكن من يقول بذلك هذا كلام باطل مردود جملة وتفصيلا، لأنه إذا عدت إلى المخزن ديال المعدات ستجد من خلال البيانات الموجودة العدد التواتر البين في خروج ودخول المعدات، والطلبة كيشتغلوا يشتغلوا سواء في الرباط أو خارج مدينة الرباط. لكن أنا من مع الرأي الذي يحد من سلسلة الارتجال، ما يمكنش الطالب في آخر لحظة يجي يقول لك بغيت المعدات، أو الأستاذ هو بشكل مزاجي يقول لك دابا بغيت. حنا درنا واحد الإجراء شكلي، لأنه قبل 24 ساعة تيطلب الأستاذ شنو بالمعدات يأطر الطالب، وحنا كاين التقنيين اللي كيعطيهم المعدات اللي كيشتغلوا عليها، بل كاين هناك بعض المعدات لم توظف منذ استحصالها. إذن بمعنى أن مسألة المعدات مسألة غير واردة على الإطلاق، غير واردة على الإطلاق. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.